صباح الخير. صباح النور. كيف صارت إيدك؟ منيحة منيحة، لا تاكلي هم. رفيف، أنا أجيت لحتى أحكي معك. شو الموضوع خير؟ بصراحة ماني حابب أحضر هاي الحفلة. شو هالحكي اللي عم تحكيه جان؟ أكتر اللي مدعوين جايين كرمالك والحفلة بتنجح بوجودك. مالي خلق بنوب، لو سمحتي حاولي تفهميني. قلي شو الموضوع جان؟ ليش دائما مزعوج؟ ماني مزعوج رفيف، بس دايق خلقي. قلي أنت ندمان شي؟ والله أنا عم حاول إني. خير؟ شو بكي؟ شو عم بيوجعك؟ اتركني بحالي جان. طيب طيب اهدي وروقي شوي، لا تعصبي، تعالي عدي. تسطحي تسطحي وارتاحي شوي رفيف. يلا مدي رجليكي، رح أتصل بالدكتور لحتى يجي. لا لا تحكي معه، كل القصة لما بعصب بنوجع وبس اهدى بيروح، ببقى بخبره إذا ما تحسنت. رفيف أنا بعتذر، بس حاسس حالي هالفترة كتير مضغوط وهذا الشي عم بيأثر على نفسيتي. عن جد بعتذر منك جان. كل اللي بدي إياه أني أكون مبسوطة معك، أنا وإنت وإبننا كلياتنا لازم نعيش حياتنا بسلام، بس إذا بدك تضل تعاملني هيك وتعصبني ما رح أشوفه للولد. رفيف خانو ما لازم أنها تتوتر أو تعصب من أي شي ولأي سبب كان، والأهم من كل هاد في شي لازم تعرفه، إذا صار عنا خطورة على الجنين ممكن نخسر الأم والجنين، لهيك لازم تنتبه عليهم كتير منيح. معك حق. حاسة حالك أحسن؟ من اليوم ورايح كل شي رح يكون مثل ما بدك رفيف، لا تاكلي هم.